ازيك يا استاذ محمد؟ نورت القطاع. نور بيك يا باشا. اتفضل اتفضل. تشرب يا استاذ محمد. شكرا يا باشا. شكرا. انا بس ممكن اعرف انا هنا ليه؟ ما تقلقش، مش كل اللي بيجي هنا بيبقى عامل حاجة. انا بس حبيت اقابلك بنفسي عشان اعزيك في بنتك، واقولك اننا جبنا حقك من اللي عمله كده. حقي من مين يا باشا؟ من اللي حطوا العبوه في الطريق وتسببوا في موت بنتك يا استاذ محمد. ماشي ماشي ماشي. استنى بس استنى. راح فين؟ ماشي يا باشا. مش سيادتك عملت الواجب وعزتني في بنتي؟ طب اقعد من فضلك اقعد. انا بقدر جدا اللي انت حاسس بيه، بس يعني كنت متخيل انك ممكن ترتاح لما اقولك اننا جبنا حقك. وهو يعني رجوع الحق بيعوض اللي راح؟ هيرجع لي بنتي اللي ماتت، ولا هيرجع ضحكتها تاني نسمعها في البيت، ولا هيخلي امها اللي بتعيط كل ليله قبل ما تنام تبطل عياط؟ لا مش هيرجعها، بس ممكن بس يطفي ناركم شوية. لو عرفت ان العمل كده جابه هيتحاسب. اللي عمله مفيش حساب هيعوضه. انت عندك ولاد يا باشا؟ بنات. ربنا يخليهم لك. عارف أحلى إحساس بتحسه البنت وهي مع أبوها إيه؟ الأمان. يوميها كانت بنتي ماسكة إيدي وماشيين في الشارع مبسوطة فرحانة، لحد ما حصل اللي حصل. ساعات بقعد ألوم نفسي وأقول ما كنتش أنا مديتهاش الأمان، ما حضنتهاش وفديتها بروحي. بس انا اتفاجئت باللي حصل. كنت رايح السجل المدني، بس احنا عيله ملهاش علاقه خالص بالاقسام. احنا يا بنطلع شهاده وفاه يا بنطلع شهاده ميلاد. احنا ناس عاديين ماشيين جنب الحيطه، لحد الحيطة ما وقعت علينا وموتت بنتي، وهي ملهاش ذنب. دي حرب، والحرب مفيهاش حياة، لأن الحرب بتقول الكل. أنا أب وحاسس بيك جدا، وعارف إن مفيش أي حاجة تعوض ضدنا، لأن مفيش أغلى منه. ربنا يصبركم. أنا كل اللي عايزك تبقى متأكد منه يا أستاذ محمد، إن اللي عمل كده هيدفع تمن ده غالي جدا جدا. ماشي ماشي. أنا اتشرفت يا أستاذ محمد. شكرا. السلام عليكم. باشا أنت هتشوف اللي عمله كده في بنتي؟ أكيد. دي آخر صورة بنتي اتصورتها، عايزك توريها لهم يا باشا. خليهم يشوفوها، يشوفوا البنت اللي موتوها، عشان لو جات لحد في منامه تعاتبه ولا حاجة يبقى حافظ شكلها كويس. حاضر. الله يخليك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام.
نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.